استاذ محمد الكيري وخالد. والله طبعا هي ضربه يعني فنيه، انا اشوفها موجعه حقيقه للاتحاد في ظل يعني هذا الايقاف الثاني للاعب ثاني في فريق الاتحاد بعد حمد الله يجي مهند الشنقيطي، وكلاهما يعني من اجود اللاعبين الموجودين في فريق الاتحاد. بالذات مهند نتكلم عليه، صفقه رابحه حقيقه من الصفقات اللي اعتقد استقطبها الاستاذ لؤي ناظر في تلك الفتره من نادي احد، وكان مكسب كبير يعني. الولد ما شاء الله تبارك الله عليه، ظهير ايمن ظهير ايسر، تصاعد مستمر في مستوياته الفنيه، اظهر حتى اداء عالي في اول مباراه لفريق الاتحاد، حتى ايضا في المباراه الوديه، فيشكل اضافه كبيره لفريق الاتحاد الذي يعاني كثيرا في مركز الظهير في مركز الاظهر. وانا اعتقد انه اذا حدث هذا الشيء فهو شيء مستحق. انا حقيقه ما عندي خلفيات كثيره عن ايش هذه، لكن اذا في لاعب امتنع عن الذهاب للمنتخب فسنرى انه يستحق العقوبه حقيقه. يعني ثبت هذا الكلام فعلا ان هم او اللاعب امتنع او اي لسبب ان كانت في تقارير ولا كان اي شيء مخالف، انا اعتقد استحق العقوبه. بس تغريم النادي ايضا واضح ان النادي كان له دور، يعني ولا هو لاعب النادي يعني النادي هو اللي يتعاقب الحاله، والنادي بيخاطب في النهايه ابو بدر، النادي بيتخاطب مع المنتخب اداره المنتخب. انا ما عندي تفاصيل كثيره، لكن في النهايه اذا اثبت انه فعلا اللاعب تجاوز كل شوي قرار في الاتحاد وبعدين يعني انت ممكن تتبناها تقول الاتحاد مستهدف وتعيش المظلوميه بس ورا بعض ما انا مش اقول في اخطاء، في اخطاء لازم يعني تقليلها. الفريق الجمهور متامل في الاتحاد كثير ومنتظر من الاتحاد يسوي اشياء كثيره، بيسوي ان شاء الله باذن الله. بس انا اقول لك انه هذا خطا في النهايه، هو خطا ايا كان هو خطا، ولا احد قد يكون اذا في تقارير بخالد، اذا في تقارير طبيه قد يكون بالفعل تقارير طبيه لم تقتنع فيها اداره المنتخب. عشان كذا انا اقول لك محمد ما عندي تفاصيل كثيره ايش يعني، اذا قد سمعت عن الموضوع هذا لكن ما عندي تفاصيل، لكن في النهايه اذا كان فعلا في مخالفه فهي تستحق صراحه. بعدين يعني لجنه الاحتراف زي ما يقول ابو بدر اشوفها كثير مثلا على الاتحاد مركزه كثير في العقوبه. طيب والاتحاد برضه عنده مشاكل يعني، المفروض انه يقفل البيبان اذا انت اذا ترى انك استاذ تركي.